ارحب بحضراتكم في الجلسه الثانيه. في البدايه طبعا بنشكر الدكتور هشام الشيخ واللجنه المنظمه للمؤتمر على المؤتمر الجميل ده، وبنرحب بكم وان شاء الله تكون الجلسه ممتعه. هي الجلسه عن شيست ايمجينج. معانا في اول سيشن الاستاذ الدكتور محمد ورده، دول انرجي سي تي اوف ذا لانج. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول بحب اشكر الاورجنايزنج كوميتي لاسم الاشعه بجامعه بنها على راسهم الاستاذ الدكتور هشام الشيخ على الدعوه الكريمه له، وان هو طبعا اتاح لنا الفرصه ان احنا نتقابل ونقعد مع بعض. هو هنتكلم النهارده على الدول انرجي سي تي. وطبعا احنا بقالنا كذا سنه يعني كميه ابتدى يحصل انتشار لاجهزه الدول انرجي عن طريق ان هي بتتورد للمستشفيات الحكوميه، فبقت متاحه في معظم المستشفيات حاليا. فانا حبيت النهارده اللي احنا نتكلم عليها ونلقي ضوء عليها ونشوف ايه الفرق بينها وبين السنجل انرجي سي تي. هو طبعا في الاول يعني انا بحب اتكلم على الفيزيكس، بس طبعا انا عارف معظم الناس بتبقى الفيزيكس تيلي عليها شويه، فانا هقولها يعني في خلال دقيقه او دقيقتين ان بريف، بحيث ان انا بطريقه سمبليفايد خالص. هو بالنسبه للانتر اكشن اوف اكس راي ويز ماتر، هو حاجه من اتنين، لا اما كومبتون افكت لا اما الفوتو الكتريك افكت. الكومبتون افكت ده وان ببساطه بيحصل مع السبستانس اللي لها لو اتوميك نمبر، وبيحصل فيها ان الاكس راي فوتون بيحصل له بومباردمنت مع الاوتر الكترون في الاوتر شيل او فري الكترون، وبجاست الفوتون بيغير الدايركشن بتاعه، ودي بتبقى مسؤوله على نسبه كبيره من السكاتر راديشن، والكونتراست بتاع الايمج بتبقى لو. الايفكت الثاني اللي هو الفوتو الكتريك ايفكت، ان الانسيدنت فوتون بيحصل له بومباردمنت مع الانر شيل او الكيشل، وبيحصل له اجكشن للالكترون دون، وبيجي الكترون من الاوتر شيلز يخش مكانه عشان الاتوم تبقى ستيبل، فده بيطلع الكاركترستكس راديشن، ولازم الانسيدنت فوتون يبقى الانرجي بتاعته ايكوال اور جاست اباف الانرجي المساويه ان هي تعمل اجكشن الالكترون ده. طبعا ده بيدينا هاي كونتراست، وبنستخدمه اكتر في حالات الماموجرافي. طيب بالنسبه لي انا بعمل ليه دول انرجي سي تي؟ انا لو عندي الايودين وصورته عند 80 كيلو الكترون فولت بيك، هنلاقي ان الهاونس فيلد يونت بتاعته في السي تي اعلى من ما صوره عند 140 كيلو فولت بيك. طيب انا هستخدم القصه دي في ايه؟ انا لو عندي اتنين سبستانس سي سبستانس 1 وسبستانس 2 وصورتهم بسنجل انرجي سي تي، والاتنين دول لهم اتوميك نمبر قريب من بعضه، فهيدينا نفس الهاونس فيلد يونت، فبالتالي انا مش هقدر اميزهم من بعض. طيب انا لو عايز اميزهم من بعض اعمل ايه؟ بصورهم مره عند 80 كيلو فولت ومره عند 140 كيلو فولت، فهنلاقي ان السبستنس ايه هتدي دينستي او هاونس او سي تي نمبر اعلى من عند 140، فبالتالي انا هقدر اعمل لهم ديفرنشيشن. الدول انرجي سي تي او السبكترال سي تي دون بيعتمد على ان هو بيحصل اكويزيشن اوف تو سيبريت داتا سيت utilizing two different x-ray spectra. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ ان هو هيحصل هيدينا better material density analysis for iodine والفات والكالسيوم، بيحسن ال improve the image quality عن طريق ان هو بيزود ال optimization of contrast وبي reduction the CT artifact. تاني حاجة ان هو بيقلل ال radiation dose لل patient على غير المتوقع، ان كل الناس مفكرة ان هو بيدي radiation dose اكتر، وطبعا بيقلل الكونتراست ميديا دوز اللي انا بحقنها في العيان. طيب بالنسبه للسكانرز اللي عندنا، السكانرز اللي عندنا ممكن يعني الديزاين بتاعها بيبقى في كذا فورم. الموست كومن هو اول فورم اللي هو الدوار سورس سكانر اللي هو دون، ودون التكنيك دون سيمنز اللي منزلاه، بيعتمد ان انا بحط تو تيوبس، واحدة 80 بتطلع 80 كيلو فولت، واحدة بتطلع 140 كيلو فولت، كل تيوب بيبقى معاها الديتكتورز بتاعتها، وبيبقى الانجل بينهم وبين بعض 90 درجة.
طيب الادفانتج بتاع الجهاز ده ان هو الريزوليوشن او التمبرال ريزوليوشن بتاعه بيبقى عالي، بس مشكلته في ايه؟ مشكلته ان الفيلد اوف فيو بيبقى قليل، لان الديتكتور يعني اللي هي بتبقى مع تيوب ما بقدرش افردها في نسبه كبيره، فده بيدي ليميتيشن في الفيلد اوف فيو. فلو عيان تخين شويه مش يعني هتلاقي قطش من الانحراف، او العيان مش نايم على التيبل سنترلايز هتلاقيه مترحل يمين او شمال. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو ده عن طريق جي اي، اللي هو بيبقى تيوب واحده بس بديها فاست سويتشنج كيلو فولت، بيدي مره 140 ومره 180، بيبقى انترفل حوالي ملي سكندز، وبيبقى معاه ديتكتور واحد برضو ماشي، قصدي وان رو اوف ديتكتورز ماشيه مع التيوب ده. مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو الريزولوشن بتاعه بيبقى اقل. ليه الريزولوشن بتاعه بيبقى اقل؟ لان انا بصور مره 180 وبصور مره 140، فوارد ان يحصل باول موفمنت، الكونتراست ميديا تركيزها يختلف. بس الادفانتج بتاعته ان هو الفيلد اوف فيو بيبقى كبير. النوع الثالث اللي هو الديتكتور بيزد سي تي، هو سنجل تيوب واثنين رو اوف ديتكتورز بنقول عليهم الساندويتش ديتكتورز. بيبقى ديتكتور الانر ده بيستقبل اللو انرجي فوتونز، والاوتر شيل ديتكتورز بتستخدم او بتستقبل الهاي انرجي فوتون. طب احنا دلوقتي صورنا البيشنت والداتا او الرو داتا راحت على الكمبيوتر سيستم بتاعت الجهاز، انا ببتدي بعد كده اطلع صور كتير منه، لاما هشتغل على اول حاجة على الرو داتا بيزد اناليسيس او الامج بعد ما تكونت بيزد اناليسيس. لو انا هشتغل على الرو داتا فاحنا عندنا اللي هو الفيرشوال مونو كروميك ايمج والسبكترال هاونس فيلد يونت والماتيريال ديكومبوزيشن والافكتيف اتوميك نمبر والالكترون دنسيتي. لو انا هشتغل على ايمج فاللي هو البلندد ايمج والايودين ماب والفيرشوال نون كونتراست ايمج. احنا طبعا مش هنتكلم على كل الحاجات اللي فاتت دي، هنتكلم على الموست كومنلي يوزد. فالموست كومنلي يوزد اول حاجه اللي هو الفيرتشوال مونو انرجيتك ايمج. ميزه الفيرتشوال مونو انرجيتك ايمج ان اي ايمج بتطلع عندنا بتبقى بوليكرومك، يعني فيها ديفرنت انرجيز من اول ال 40 لغايه ال 140. فدون انا بستخدم او بحدد انرجي معينه فبتدينا صوره هوموجينس وبتبقى devoid of artifacts. بالنسبة تاني للweighted average image أو blended image دي mixing من الهاي واللو وبتدينا صورة زيها زي single energy image. الماتيريال decomposition image دي بتشمل مثلا الأيودين mapping اللي أنا بعمل فيها extraction للأيودين وبصور الأيودين بس، فدي بعمل بها الأيودين map. الفيرتشوال نون كونتراست ايمج دي انا بشيل منها الايودين وبحول الصوره بعد ما حقنت الكونتراست لصوره نون كونتراست. الكالسيوم سابريشن اللي انا بشيل الكالسيوم من الصوره، وفي اليوريك اسيد سابريشن في الجاوتي اثرايتس مثلا بشيل اليوريك اسيد. طب نيجي بقى للكلينيكال ابلكيشن في الشيست بتاعنا. اول حاجه واهمهم اللي هو الايودين ماب. الايودين ماب اللي انا صوره بدي صوره جاست للايودين اللي موجود في اللنج فقط لغير مع البلاد فيزلز. طيب يعني داون ات ايمز ان ايفالويشن اوف بالمونري ارتري وفي اللنج برفيوجن. انا عشان اعملها بحقن هاي كونتراست هاي كونسنتريشن اوف كونتراست ماتيريال وبستنى عليها ديلي شويه من حوالي من 4-7 مينت عشان يحصل ديستريبيوشن للايودين جوه اللنج بارينكما. و application aimed at selective extraction of iodine بطلع منها الفيوزد ايمج. الفيوزد ايمج دي انا بدي الايودين ماب مع الاناتوميكال ايمج بحطهم مع بعض عشان اعمل كورليشن بينهم وبين بعض في نفس الصوره. النورمال بالموني برفيوجن نورمالي بيبقى هوموجينس زي ده كده، بيبقى نورمالي المفروض ان هو هوموجينس يونيفورم، بيبقى مور برومننت على البيزس
او البوستيريور سيجمنت بتاعت اللنج. وارد ان يحصل فيه ارتفاكت وبتبقى اسمها موشن ارتفاكت نتيجة الكاردياك بلسيشن او الريسبيراتوري موفمنت، وبتبان زي سوري انا كده بعمل وبتبقى بنلاقيها كيرف لينير لاين على المارجن بتاع الهارت او عند جنب الديافرام او على اللاترال شيست وول، وبتبقى لينير او كيرف لينير. بالنسبة بقى للأكيوت بالمنور إمبوليزم، احنا زي ما احنا عارفين ان الستاندرد اللي هو المالتي ديتكتور سي تي اي في الايميجنج بتاع البالمونري امبوليزم، بس مشكلته ان هو مش بيقدر يقول لنا هل الثرومبس دي عامله ليميتيشن في البرفيوجن ولا مش عامله ليميتيشن في البرفيوجن. فالدول انرجي سيتي بالمونري انجيوجرافي بيزود السنسيتيفيتي فور ديتكشن اوف بالمونري امبوليزم انيبل ديتكشن اوف ثرومباي حتى في السمور بريفرال فيزلز اب تو 2 مليمتر. البرفيوجن بالمونري امبوليزم برفيوجن ديفكت دايما بتبقى زي ما احنا عارفين بتبقى على البريفرال سيجمنتال تريانجولار ويدج شيب. اذر برفيوجن ديفكت زي باتشي او انهوموجينوس او نون سيجمنتال دي ما بتبقاش ماشيه مع البالمونري امبوليزم. ده اكزامبل للماسيف ثرومبوس واخد الرايت والليفت بالمونري، وما عملنا الايودين ماب، دي الفيوزد ايمج اللي انا بركب الصوره الاناتوميكال مع الايودين ماب، ودي الايودين ماب بس، هنلاقي ان في ليميتيشن او ديكريزد البرفيوجن في بوث لانجز ده عن ميدل واللور لانج زونز. ده سوفت وير في الجهاز اللي هو تيشو سبيسيفيك ثرومبوس اناليسيس، اللي انا بجيب البلاد فيزلز وبعمل له كولر مابينج، فبنلاقي ان البلاد فيزلز واخده اللون الازرق والثرومبس واخده اللون الاحمر، فده بيسهل علينا اللي احنا ديتكشن اوف ثرومباي. ده اكزامبل برضو للثرومبس في واخده اللور برانش بتاع الليفت لور لوب، قافله هنا الارتري وعامله برفيوجن ديفكت في الليفت لور لوب. ده الادفانتج بتاعها اللي انا ممكن ثرومبس زي دي بسهوله جدا تعدي عليا في السي تي اي، بس ما برجع للبرفيوجن ماب بلاقي فيه ديفكت، فممكن ارجع ريتروسبكتيف فاعمل كورليشن مع البلمونري فيزلز فلاقي ان في ديفكت صغير في ثرومبس واخد السمور بريفرال بلاد فيزلز برانش. برضو من ضمن الفاليو بتاعته ان هو مثلا لو في ثرومبس زايديا بس مش عامله اوكلوجن، فهنلاقي ان البرفيوجن ماب مش عامله برفيوجن ديفكت، فطبعا يبقى الميجيك البيزك ادفانتج او الميجر ادفانتج بتاع البرفيوجن ماب اللي بتقدر تقول لي هل في برفيوجن ديفكت ولا ما فيش برفيوجن ديفكت، وفي نفس الوقت بقدر استخدمها كريتروجريد لو انا مزدي مني سمور ثرومبس. مش كل برفيوجن ديفكت بيبقى نتيجة ثرومبس، فأنا لازم أعمل له كورليشن مع الإنرجي العادية اللي هي السي تي أنجيو العادية بتاعتنا. فمثلا دي حالة زي تكياسو واخدة ماركت ناروينج في البرانش بتاع الرايت لور لوب وعاملة كومبليت اوكلوجن في البرانش بتاع الرايت أبر لوب، هنلاقي فيه إن ماركت برفيوجن ديفكت موجود في الرايت لانج كلها. لو حاله زاديا برضو ماركت اتنويشن في الرايت بالمونر ارتري نتيجه انلارجد ليمف نودز وعامله ديكريز البرفيوجن وعامله برفيوجن ديفكت في الرايت لور لوب. حالات الانفيزيما برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل لنا برفيوجن ديفكت نتيجه ليميتيشن اوف فنتيليشن، فبتدينا هيتروجينس برفيوجن ديفكت في بوث لانجز او على حتى المكان اللي فيه الانفيزيما. الدول انرجي سي تي في الانكولوجي بتاع اللنج، احنا طبعا عارفين ان من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها ان هو الديجري اوف انهانسمنت اوف سوليتري برمونال ديول، وفي ناس حاطه اللي هو الكات اوف فاليو حوالي انكريز 20 هاونس فيلد يونت انكريز افتر كونتراست،
فده عاملينه كات اوف فاليو بنسبه 92% سنسيتيفيتي و72 سبيسيفيتي فور دايجنوزنج اوف مالجنسي. لو انا هعمله على سنجل انرجي سي تي يبقى انا المفروض انا هصور قبل الكونتراست وارجع تاني اصور بعد الكونتراست. فده طبعا بالنسبه للدول انرجي سي تي لا انا هصور فيز واحده ويز كونتراست. ومن عند نيديول زي انا هتشيل هنعمل الفيرشوال نون انهانسد ايميجنج هشيل خالص الايودين وهقيس الدنسيتي وبعد كده هقيس الدنسيتي في مع الانهانسمنت واشوف الديجري اوف انهانسمنت. فده هتسهل لي ومش هتخليني ان انا اعمل بري وبوز. ماشي. بالنسبه للجراوند جلاس نيديول وطبعا زي ما احنا عارفين ان دي ممكن تبقى ادينوكارسينوما وممكن تبقى انفلاميشن هيموريج فايبروزس. يعني ايفالويشن اوف كونتراست انهانسمنت في الجراوند جلاس نيديول يعني دايره ايفالويشن اوف انهانسمنت في الجراوند جلاس نيديول بيبقى فيري ديفيكلت ايذر فيجوالي اور ان انا اقيس الرواه واحط الرواه لان النيديول بتبقى ال ديفايند وهيتروجينس. بس في واحد اسمه كاوي ده وان عمل اسسمنت في الانهانسمنت بالدول انرجي سي تي ولقى ان في 22% حالات الادينوكارسينوما حصل فيه انكريز الايودين ريليتد اتنويشن بيزيد او حصل انهانسمنت بس مش ما حصلش معاه في الهيمرج والفايبروزس. ميجرمنت اوف ماكسيمم ايودين ريليتد اتنويشن مي بي يوسفول فور ايفالويشن ارضو في السيرابي ريسبونس لانج كانسر اللي انا بعد ما العيان هياخد كيموثيرابي وهشوف الانهانسمنت بتاعه الديجري بتاعته بتقل فمعنى كده ان التيومر ده ريسبونسنج للكيموثيرابي. بالنسبه للليمف نود بيبقى في لوور كورليشن في الليمف نود بين الديجري اوف انهانسمنت والباثولوجي بتاع الليمف نود. ده اكزامبل لبريفرال بالمونري نيديول مالجننت وده وان السي تي انهانسمنت بتاعها وقسنا الرواه فباين ان في انكريز الدنسي مور ذان 20 هاونس فيلد يونت. بالنسبه لي في حاجه جديده نازله اللي هو زينون بيست دول انرجي سي تي اسسمنت اوف لانج فنتيليشن وده بيعتمد على ان الزينون الاتوميك نمبر بتاعه زيه زي الايودين فبيستخدموه اللي انا اقدر اسسمنت الفنتيليشن بتاع اللانج. طبعا لغايه دلوقتي هي مش ابرود من الاف دي اي. هو البيشنت بيعمل انهاليشن ل 30% زينون بيبقى ميكشر اوف 30% زينون مع 70% اكسجين وبصور ايزا دايناميك اور ستاتيك. بالنسبه للدايناميك ايميجنج انا باخد جزء من اللنج او لوب او وات ايفر السيجمنت اللي انا شاكك فيها وببتدي اعمل مالتيبل كاتس على في مالتيبل انترفال اوف تايمز. بالنسبه للاستاتيك فده بعمله في وان بريس هولد وباخد اللانج كلها مره واحده وبقدر احدد على الفنتيليشن. الفنتيليشن ماب اوف ذا لانج كان بي جنريتد تو فيجوالايز ذا فنتيليشن فانكشن اوف ذا بيشنت في السي او دي والازمه. الكولاترال فنتيليشن دي ما بقدرش احكم عليها غير في الدايناميك استادي. ده اكزامبل للزينون انهانسد سي تي اللي العيان بعد ما عمل انهاليشن للزينون صورناه وطلعنا منه الماب زيها زي الايودين ماب بالظبط وبنقدر نحكم بيها على الفنتيليشن. ده اكزامبل لليفت هايلر ماس عامله اوبستراكشن في الرايت لور لوب برونكس ولاقيين ان في ديكريز الفنتيليشن في الليفت لور لوب. الادفانتج اوف دول انرجي سي تي اوف ذا لانج ان هو الراديشن برضو
الادفانتج اوف دول انرجي سي تي ان الراديشن دوز في الدول انرجي اند جيوغرافي اوف ذا لانج بتبقى من حوالي من 143 ل 302 ملي جراي، ودون اقل من اللور في البلمونري مالتي ديتكتور سي تي اي اللي هي حوالي 900 ملي جراي، وان هي سيميلر للروتين شيست اكس راي اللي احنا بنعمله. الدول انرجي سي تي سيمالتينوسلي اوبتين فانكشنال انفورميشن اون برفيوجن اند فنتيليشن along with high resolution anatomic information to allow evaluation of the lung disease. The limitation اللي هو false negative or false positive finding of perfusion or ventilation defect نتيجة motion artifact. Data sets اللي عندنا اللي بتطلع من الجهاز بتبقى very large، بيحتاجوا storage capability عالية جدا من الجهاز. وزي كل الليميتيشن بتاعت الدول انرجي ليميتد باي في الاوبيس بيشنت لان الامج بتطلع نويزي. برضو في ليميتيشن تانية ان هو البرايس بتاع الدول انرجي سي تي بيبقى اعلى من السنجل انرجي سي تي. بس شكرا. انا معلش عملتها بسرعة بحيث ان احنا يعني ناخد فكرة عن السي تي والابليكيشن بتاعه في النهار. نشكر الأستاذ الدكتور محمد وردة على المحاضرة القيمة دي، وفير سيمبليفايد بالرغم أن حاجة فيزيكس برضو فعلا يعني معظمنا ديفيشنت فيها، فبنشكر سعادتك جدا، شكرين جدا. دلوقتي we are going to أي سؤال؟ أي سؤال حضرات؟ في أي سؤال أستاذ الدكتور وردة؟ شكرا شكرا فندم.